باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إخريستوس أنستي أليسوس أنستي، المسيح قام بالحقيقة قام. سلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع معاكم أيها الأحباء المباركين. يوافق اليوم الأحد الرابع من آحاد الخماسين المقدسة، وكما نعلم بحسب إرشاد الروح القدس لآباء الكنيسة وضعوا لنا هذه الآحاد. تكلمنا في الأحد الأول عن الخدمة والقيامة والخدمة عامة، وقلنا كل إنسان مدعو أن يكون خادم من خلال قيامة رب المجد يسوع. والأحد الثاني كان المسيح هو خبز الحياة، وبالتالي قلنا الخادم وخبز والخبز الحي. الأحد الماضي كان المسيح له المجد هو الماء الحي، وتكلمنا عن رسالة الخادم والماء الحي. اليوم يا أحبائي الكنيسة بتحط لنا إنجيل معلمنا يوحنا البشير أصحاح 12 ومن عدد 35 عن أن رب المجد يسوع هو نور العالم. بحسب قول هذا الكلمة في إنجيل معلمنا لوقا البشير وأصحاح 8، آسف، في إنجيل معلمنا يوحنا البشير أصحاح 8، أنا هو نور العالم. ويقول لنا كده: قال لهم يسوع أن النور معكم زمانا يسيرا. وهنا أحبائي بحب أن أنا أوضح حتة بسيطة برسالتنا اليوم الخادم ومسيرة النور. ليه وضعت لنا الكنيسة هذا الإصحاح في هذا الأحد؟ إحنا عارفين بعد 10 أيام بنعمة المسيح اللي هو الخميس البعد القادم هنحتفل بعيد الصعود المجيد. إذا فضل 10 أيام على تواجد السيد المسيح مع تلاميذه في فترة 40 يوم بعد القيامة، وكأن الكنيسة بتقول لنا كده تنفيذ لهذا القول اللي قاله عنه السيد المسيح: النور معكم زمانا يسيرا، يعني فيها 10 أيام. طيب وده معناه ايه؟ معناها عايزة تقول لنا كده السبب الثاني، ان احنا اللي احنا قمنا مع المسيح وما دمنا نعيش في أفراح القيامة المجيدة، فبالتالي يجب علينا ان احنا ندرك ونفهم انه مسيرة القيامة يا أحبائي هي ايضا مسيرة النور ومسيرة ابناء النور، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في تسالونيك الاولى 5:5: جميعكم ابناء نور، ليس من ليل ولا ظلمة. خلاص انتهت الظلمة وأصبحنا أبناء النور. وده اللي بنقوله في القداس الإلهي. بعد ما إحنا كنا في الموت في ظلال في القبر أحبائي، بقيامة السيد المسيح له المجد أشرق علينا بنوره بقيامته. عشان كده نقول كده في القداس الإلهي: وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت. هو رب القيامة، هو نور العالم. رسالتنا اليوم كما تعودنا يا أحبائي في 3 كلمات عن الخادم ومسيرة النور. مسيرة النور معناها أن الخادم يحيا كإنسان منير في حياته، يعني متمتع بنور المسيح في حياته. فبالتالي النور من صفاته أنه يرشد، أنه منارة، وأنه دائم. بالتالي الخادم محتاج كل واحد مننا أن يفكر في هذه الكلمات في حياته. أولا مرشد. النور دايما يرشد الإنسان، سواء إذا كان في الطريق الظلمة أو طريق غير معروف، يقول لك الحمد لله السكة منيرة النهاردة، يعني في نور في الطريق. فما بالك لما الواحد يجي كده يمشي في طريق، وخاصة لو في طريق ما يعرفوش وما فيش أي نور في الشارع، يقول لك خلاص تهنى. لكن النور يرشد. بمعنى إيه يا أحبائي؟ بمعنى أنه الخادم اللي تلامس مع جسد المسيح ودمه زي تومة في أحد تومة مع الإفخارستية، وأكله في الأحد الثاني اللي هو الخبز الحي، وشبع وارتوى من هذا النبع الماء الحي في أحد السامرية، لابد أن هذا الخادم تكون حياته استنارة.
عايز أقول برضو عشان أوضح هذا الأمر، مش بالضرورة بقصد بيها الخادم كخادم في الكنيسة، ولكن كل إنسان، قلت إن احنا كلنا مدعوين خدام بدليل في القداس الإلهي. أعيد وأكرر هذا الأمر، في كل مرة تأكلون من هذا الخبز تبشرون بموتي. نجد الشعب يقول له كده إيه، أمين 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 يا رب بموتك إيه نبشر. يبقى إذن كنا إن احنا نطلع نكلم الآخرين، إذن أصبحنا خدام يا أحبائي. بالتالي عشان يرشد يبقى لابد أن ينير في أي ظلمة اللي هي وجد أو كنا فيها. لابد أن يكون في أي مكان فيه ظلمة أو فيه شر يحمينا ربنا، وأوجد هذا الخادم، مش هو أوجد نفسه لكن لقى نفسه في مكان ظلمة، على طول لابد أن يكون سبب استنارة للآخرين، مش من عنده لكن من نور المسيح اللي هو قال لنا كده إيه، أنتم نور العالم. الظلمة دي أزال رب المجد يسوع لما قال معلمنا بول يوحنا الرسول، يوحنا الأولى 1:7 يقول كده، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. الظلمة ما هي إلا إشارة إلى الخطية اللي كنا فيها أحبائي. بالتالي كل ما استنارت حياة الإنسان بنور المسيح، هنا أصبح معرفته صحيحة للطريق اللي يؤدي إلى الحياة الأبدية. هيكون عنده الخبرة اللي هو ممكن يبعد فيها أولاده أو أهل بيته أو أصدقائه عن طريق الظلمة. عشان كده حلو المزمور لما يقول لنا كده، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب ليه، لأنه اختبر مسيرة النور من خلال حياته مع المسيح، من خلال الكنيسة، من خلال في داخل محضر الله وليس خارج محضر الله. يبقى إذن أول حاجة أحبائي الخادم ومسيرة النور، فهو إنسان مرشد. النقطة الثانية وهو بالتالي منارة. ما دام إنه مرشد يبقى النور دائما يشير إلى المنارة. كلنا نعرف السفن أو البواخر دائما في حتة كده في الشط الثاني اللي هو بيسموها إيه، المنارة، اللي على أساسها القائد أو القبطان بيكون مطمن إنه هو قرب يوصل إلى الشط الثاني. سيد المسيح قال كده، أنا قد جئت نور العالم، نورا إلى العالم. بالتالي يعني إيه منارة؟ بالتالي معناه إنه حياتنا لابد أن تعكس هذا النور، أعمالنا لابد أن يعكس هذا النور اللي جوانا، كلامنا لابد أن يعكس هذا النور في حياتنا يا أحبائي. عشان كده الخادم منارة من خلال القدوة، من خلال أعماله الصالحة اللي تمجد المسيح له المجد. فاكرين الآية اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول في أفسس 2، لأنه سبق فأعدنا لأعمال صالحة ينبغي أن نسلك فيها. عشان كده أعبائنا القديسين قالوا كده إيه، هذه العبارة، إن أعمال الخادم تسير أمامه وليس وراءه. تاني، أعمال الخادم تسير أمامه وليس وراءه. لو وراءه يبقى إذن فين النور؟ فين النور اللي حيبدد الظلمة، اللي حيشيل الظلمة؟ تلاقي المنار أو الفنار يا أحبائي، لو حد شاف هذا الأمر يلاقي المنار يلف على طول الوقت كله باستمرار، ودي النقطة الثالثة الحناجي ليها. بس المنارة دي ينير أي حتة كان فيها ظلمة. عشان كده أي حد ماشي في السكة دي لابد إنه هو يقدر إنه هو إيه، يشوف النور بتاع المنارة أو الفنار. هكذا أيضا أعمال الخادم تسير أمامه وبالتالي يبدد أي ظلمة من حياة أي إنسان. هو منارة لكل إنسان يحب إن هو يشوف نور المسيح، هو منارة لكل إنسان يحب إن هو يعمل يعرف الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية، يعمل الخير ولا يعود يمشي في الظلمة. وده حتى يمكن قلتها في إحدى العظات يا أحبائي، إن حياتنا كخدام داخل الكنيسة أو بصفة عامة، حياتنا كأولاد الله داخل الكنيسة مفروض هي نفسها
خارج الكنيسة، فكم وكم لما يكون الإنسان خادم. ودي حتة مهمة أحبائي في حياتنا، إن حياتنا إحنا كأولاد الله مش بس جوة الكنيسة، أمال الناس حيشوفوا إزاي نور المسيح من خلالنا، أمال الناس حيعرفوا إزاي المسيح من خلالنا، الناس حتيجي إزاي للمسيح من خلالنا إن لم نكن نحن أيضا نور يشع في وسط العالم اللي احنا موجودين فيه. يا احبائي عشان كده خلي بالنا، اعمالنا ممكن يا اما يجدف بيها على اسم الله لا سمح الله احبائي، او اعمالنا ممكن تكون سبب في خلاص الاخرين، ليس من زواتنا ولكن من خلال نور المسيح اللي فينا. وهنا دي حتى محتاج مراجعة لكل واحد مننا كآباء، كأمهات، كخدام، كقادة، في مكان عمل، في أي مكان وجدت فيه، هل أنا فعلا منارة زي ما قال السيد المسيح أنتم نور العالم؟ آخر حاجة أحبائي، قلت إنه المنارة دي أو الفنار ده النور دائم، لا يمكن إنه في يوم من الأيام إنه هو ينطفي هذا النور. ودي الكلمة الثالثة، الخادم ومسيرة النور هو يحيا في النور باستمرار. تقول لي يا أبونا يعني مش حيخطئ أبدا، مش حيسقط في خطايا ولا ضعفات؟ أقول لك لا، كلنا ما دمنا في هذا الجسد احنا معرضين، لكن الخادم المنير يجب ان له لا ينطفي ولا يضعف ولا يشيخ، زي ما قال الكتاب المقدس اللي هو ايه، يتجدد مثل النسر شباب. وتقول له مين ممكن يكون ما يضعفش؟ اقول ده حتى معلمنا بولس الرسول قال من يضعف وانا لا اضعف، من يتعثر وانا لا احترق. بالتأكيد كل إنسان ممكن، لابد أنه بيكون فيه لحظات ضعف في حياتنا. داود النبي سقط يا أحبائي، ده اللي قلبه كان مثل قلب الله، سقط برضو داود النبي. إذا ما فيش إنسان معصوم من الخطيئة، لكن بقول دائم لي يا أحبائي، لأني الحياة مع المسيح ليست مرحلة مؤقتة. أفراح الخمسين دي مش بس هي الأفراح، الأيام اللي احنا نكون فيها فرحانين وبعد كده نحزن. قيامة المسيح مش بس بعد العيد والبتاع القيامة والأكل والكلام ده كله وبعد كده ترجع ريمة لعادتها القديمة زي ما بنقول. لا يا أحبائي، قلنا هالمرة اللي فاتت إنه ليه بنضعف، ليه بنفتر في فترة الخمسين، في حين إن احنا نكون مفروض عايشين بهذا النور، عايشين بقوة القيامة وأفراح القيامة. عشان كده النور الدايم في حياة الخادم حتى لو جاءت عليه ظلمة لن تنتصر عليه، حتى لو دخل في تجارب، حتى لو دخل في أقول مشاكل، حتى لو دخل في اضطرابات. هنا يقول حتى لو سقط في خطية، يقول كده لا تشمتي بي عدوتي، إن إذا سقط حقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب إيه؟ فالرب نور لي. يبقى إذن هو دايما شبعان وبياخد من نور المسيح. عارفين التمثال الفسفوري يا أحبائي اللي هو بينور في الظلمة؟ طول ما هو فيه نور، طول ما الأوضة منورة، دايما يجل التمثال الفسفوري دي، أول ما يطفي الشخص النور في الأوضة تلاقي التمثال دي إيه؟ التمثال دي ينور، عمره ما ينطفي. ينطفي إمتى؟ لو أنا حطيته جوة الدولاب وقفلت عليه وبعد كده أجي أطلع عشان ينور، عمره ما حينور. لا يضع أحد اللي هو إيه المكيال ويغطي هذه المنارة يا أحبائي. عارفين ليه ينتصر؟ لأنه جواه نور المسيح، والنور دايما يغلب الظلمة. عشان كده لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. أختم بقصة كما تعودت يا أحبائي، قصة بسيطة تحكي عن إنسان ملحد تقابل مع الأب أب كاهن وقال له كده وبفخر يعني وباعتزاز، قال للأب الكاهن كده، قال له إيه، هل تعلم إني أنا لا أؤمن بالكتاب المقدس بتاعكم ولا أؤمن بوجود الله؟ قال له الكاهن، قال له أنا عارف. ما قالوش عشان أنت ملحد، لا، قال له أنا عارف.
لكن حابب ان انا اقول لك حاجه تانية. الكتاب المقدس ده نفسه فيه ايه بتقول كده: وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه، في عبرانيين 9:27. قام الانسان الملحد ده كده بغضب، قال له ما فيش حاجه اسمها الدينونه. قال له لا، فيه الآية الكتابية واضحة، مش محتاجة نقاش ومش محتاجة جدال. وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. قال له أنت بتكلمني كده ليه وبتكلمني عن هذا أمر؟ تعال نشوف الموضوع دي من ناحية تانية. قال له لا، لا من ناحية تانية ولا نحول الموضوع. قال له أنا كاهن بنعمة المسيح، وأنا كرست نفسي إن أنا أبشر دايما أو أتكلم دايما بكلمة الله، ما عنديش أي موضوع تاني إن أنا أتكلم فيهم غير هو كلمة الله. فقام الإنسان الملحد بيزداد غضب أكتر. شوفوا الشيطان ما يتحملش أبدا أي كلمة عن من كلام الله، لأن السيد المسيح قال له كده مكتوب، وهزمه على الجبل بكلمة مكتوب. المهم الإنسان الملحد دي بشيء غضب أشد، قال له كده أنت ما بتفهمش أي حاجة في حتى ولا في الكتاب بتاعك. قام الأب الكاهن بكل تواضع وبكل هدوء وبكل محبة، بسبب النور اللي جواه مديه سلام، بسبب المسيح اللي جواه مديله سلام، قال له كده إيه؟ قال له احتمال أنا لا أفهم كل شيء، وده بالتأكيد ومش كل حاجة في الكتاب المقدس، لكن قال له كلام الله واضح. ايه؟ وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. قدر ما يحاول الانسان الملحد يجيله من هنا يجيله من هنا، لب الكاهن قال له انا ما عنديش آية النهاردة اقولها لك غير وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. قام الانسان الملحد دي سابه، غضب وترك الأب الكاهن، لكن روح الله لم يفارقه. تقول لي ازاي؟ اقول لك قاعد ان هو مشغول بالآية دي، روح الله بقى يقرع بشدة على قلبه بنفس هذه الكلمات: وضع للناس ان يموت مرة واحدة وبعد ذلك الدينونة. رجع لأبونا، رجع عارف بيت أبونا فين، قام خبط على بيت أبونا. طبعا إنسان ملحد، عايز أقول يا أحبائي إنه كان ممكن يكون في وقت من الأوقات كان إنسان مسيحي، أو مش بالضرورة إنه هو اتولد أو طلع كده ملحد، لكن إنسان له ارتباط بالكنيسة كان، بس ترك المسيح وللأسف ألحد. وكانت النتيجة إنه قبط لأبونا، قال له كده أنا ما قدرتش إن أنا أنام، وقعدت الليل كله وأنا متعذب ومش قادر إن أنا آكل ولا أنام ولا أعمل أي حاجة. قال له أنا دلوقتي قدامك. قال له أنا قدامك، ماذا تريد أن أفعل؟ نفس الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول شاول الطرسوسي أمام السيد المسيح: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ قام الأب الكاهن هنا بكل حب وبكل تواضع وبكل إيمان قدم ليه شخص الرب يسوع له المجد، اللي هو مين؟ اللي مات من أجل خطاياي وأقيم لأجل تبريري. قدم ليه شخص السيد المسيح له المجد، المخلص الفادي، عشان يقول له كده هو إيه؟ هو جاي عشان يعطي لكل إنسان حياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. يبقى إذا هو جاي بس عشان كده، فقام هذا الإنسان الملحد قام قرر وقال له كده بعد ما الروح القدس لمس قلبه، قال له أنا مستعد دلوقتي إن أنا أمشي معاك الكنيسة وإن أنا أقدم توبة أمام الله، مستعد دلوقتي إن أنا أسلم قلبي للمسيح. وركع هذا الإنسان الملحد، وزي ما قلت لكم انه الخلفية بتاعته اصلا كان مسيحي، يعني محتاجش انه هو يتعمد ولا اي حاجة، لكن رجع وبيكون في قانون، وصلى ليه الاب الكاهن وتناول هذا بعد فترة، واصبح هذا الانسان شخص جديد. احبائي هذه هي حياتنا،
الخادم ومسيرة النور، كل إنسان مسيحي ومسيرة النور. هذا هو المؤمن الحقيقي اللي يقبل عمل المسيح الكفاري بالإيمان في قلبه ويعتمد على موته لغفران خطاياه، وبالتالي يتقرب من الأسرار المقدسة باستعداد وباستحقاق، وبالتالي يعترف بفمه ولا يخجل أنه مسيحي مات من أجلي وقام لكيما يردني إليه لحياتي الأبدية. مسيحنا القدوس القائم من الأموات نور العالم هو الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، فهو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح، يشرق اليوم في قلب كل إنسان مننا، فنحيا بهذا النور ونكون أبناء النور ولا نكون بعد أبناء ظلمة، حتى لا ينطبق علينا هذا التحذير: خلوا بالكم أبناء هذا الجيل أحكم من أبناء النور اللي هو إحنا. لا يا أحبائي، أبناء هذا الجيل الناس اللي عرفت المسيح وجات للمسيح ما يكونوش أحكم منينا، هم تمتعوا بالمسيح بختهم، وإحنا نتمتع أيضا بالمسيح بختنا بنور المسيح. نحيا أبناء النور وأبناء القيامة. لإلهنا كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين.